وهنا نصيحة لإخواننا في بلاد الكفر كأمريكا وأوروبا، فربما تجد بعضهم يبيع الخنزير والآخر يبيع الخمر، وقد فتنوا بفتوى للقرضاوي ومن إليهم بتجويز بيع الخمر والخنزير وما إليه للكفار، وهذا غير صحيح. فإياكم يا معاشر المسلمين أن تتشبهوا باليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، ونزهوا محلاتكم التجارية من بيع مثل هذه الأصناف، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلا يجوز أن تعرض نفسك للعن، ولا أن تعرض أبنائك لمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولا يجوز أن تحمل الخمر لا في سيارتك، ولا أن تناول من بجانبك، ولا أن تتعاطاه بأي أنواع المعاطاة. فلم أرى النبي صلى الله عليه وسلم لعن في معصية مثل لعنه في الخمر، لشدة ضرره وعظيم خطره وسوء حال متعاطيه. ربما ترى وجهه قد علاه التغير وخرجت عيناه وبرزت وانتفخت أوداجه وتغير ريحه حتى لا تستطيع أن تقف بجانبه لسوء رائحة فمه، ويقع منهم بعد شربه الشر الكثير. ولذلك تجد الدول التي فيها الخمور الزنا فيها منتشر، واللواط فيها منتشر، والسحاق فيها منتشر، والسرقة فيها منتشرة، وكثير من البلاء فيها منتشر لتعاطيهم لهذه القبيحة. ومن عجيب شأنهم أن سموه بغير اسمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم في آخر الزمان يحلون الحرى والحريرة والمعازف، وربما ذكر أنهم يسمون الخمر بغير اسمها، فيسمونه مثلا بالشراب الروحي ويسمونه بالقهوة، وهذا اسم قديم له في أشعار العرب، وقد رأينا في بعض البلدان يسمونه القهوة. والعجيب أن أكثر من يشتريه كثير من المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. في بلاد تنزانيا النصف الأول من شهر رمضان يتوقف المصنع عن صناعة الخمر لقلة من يشربه، فإذا ما قارب الشهر على الانتهاء عاد إلى الإنتاج أكثر وأكثر، يعودون إلى شربه، وفي أيام العيد يستهلكون منه الشيء الكثير، والله المستعان. والمتعود عليه يعني لا يبالي، ربما يشربه بجانبك. مرة كنت في الطائرة متجه من صنعاء إلى ترنداد، وركبنا على الطائرة الألمانية لفتنزا، ولما ركبنا من فرانكفورت مطار ألمانيا متجهين إلى مطار فنزويلا، فإذا واحد أمريكي عندي يعطوه القارورة بعد القارورة، يأتوه بقارورة ويشرب كأنه يشرب قهوة حتى تنتهي ويأتوه بالثانية. وأنا والله تخوفت على نفسي من هذا الحال، عطشت فطلبت ماء، فأعطوني ماء غازي، وأنا أول مرة أعلم أن هناك ماء غازي. أول ما أعمل بهكذا داخل الفم وهو يفش مثل الببسي، فقلت إذن هؤلاء سيخدعوني، أرمي به فوق نفسي وأمام الكرسي، وبقيت في عطش يعني تصور من فوق بريطانيا إلى أن تصل فنزويلا قريب 13 ساعة، عطش شديد، وما استطعت أعبر أريد ما أدري ما هو أصلا ما. فلما وصلت إلى الأخوة في ترنداد وإذا بهم يقدمون طعام والماء الغازي موجود أمامي، قلت لهم ما هذا؟ قالوا ما غازي. قلنا الله المستعان. وأيضا نراهم في بعض الطائرات يطلعون للسواق ثنتين قوارير من هذا الحجم الكبير أبو 5 لتر، قلنا وإيش يريد هذا المدبر؟ لا عاد يشرب ويرمي بنا في كم من هوى سحيقة. أسأل الله السلامة والعافية يا أخوة، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وسلمنا من هذا الافتتان، الحمد لله الذي حفظ عقولنا وحفظ فروجنا وحفظ جميع شأننا.
فلذلك يتعين التحذير من الخمر ومن بيعه وشرائه وتعاطيه، وهكذا يلحق به ما انتشر هذه الأيام من المخدرات كالشابو ونحو ذلك، الحشيش وما يلتحق به مما يضر الإنسان. ويتعين على حكام المسلمين إقامة الحدود وتأديب من يشيع هذه الشرور بين الناس بسجنهم بضربهم بفضحهم للتخفيف من الشر.